نمشيو ونقدموا لكم واحد الفنان شاب اول مره تحضر في التلفزيون المغربي. هو مغربي عايش في فرنسا. غادي نخلي السيد اللي جابوه اليوم باش يكون ضيفنا وينورنا هو اللي يقدمو. حميد، شكون جبت لنا اليوم باش الموهبه ديالو توصل للمشاهدين ديال برنامج تغريده؟ اليوم غادي نقدم لكم صوت يمكن بعض الناس سمعوه في الراديو ولكن عمرهم ما شافوه في لاتيلي، وحتى الا شافوه في لاتيلي غادي يشوفوا غير الكليب ديالو اللي الاغنيه اللي تعرف بها هي ديال واش هذا. يعني السينجل ديالو الزوج هذا الثاني انا اللي انتجته، لان شفت في حسن واحد الانسان مخلق، واحد الانسان ولد الناس، يعني بدا معايا بواحد الاحترافيه انه كيسمع وكيعطي الاراء ديالو في بلاصتو، ما كانش الهضره بزاف. ونمشيو حنا ما نطولوش عليكم، نسمعوا حسن. مرحبا بكم كتابعونا في تغريده على قناتكم الاولى.
راه عافاكم سبقات اونكور اون فوا. مرحبا بك حسن، مرحبا بك. الله يبارك فيك. كي غنقولها لك بالدارجه ديالنا صوتك واعر.